هما في أغلب الأحيان دائما، ماشي في أغلب الأحيان، دائما الجسم الساقين لي مومبر انفيريور هما اللي معرضين للدوالي، لي مومبر سوبيريور ما همش معرضين للدوالي نعم إلا في حالات جد نادرة ما نقدروش ما نتكلموش عليهم، ما عندهمش علاقة هذو أمراض خاصة، وإلا الساقين هما اللي معرضين. كاينين ثاني دوالي عند المرأة الحامل اللي هما دوالي لي فاريس بلفيان، دوالي البطن، هذوك ماشي نادرين، ما نقولش نادرين بصح ما نتكلموش بزاف عليهم اليوم. اليوم اللي يهمنا اكثر على خاطر بسبب كثرتهم هما دوالي الساقين. نعم اكثر من 90 نقول حتى 95% من الدوالي يقيسوا الساقين لي مومبر انفيريور. فوالا.